السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تقرير جديد من One Financial Markets. اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019، طبعا عاملين مهمين جدا تراقبهم الأسواق عن كثب. ما أولا طبعا الحرب التجارية القائمة ما بين الولايات المتحدة والصين، والتي استمرت الآن لفترة طويلة جدا غير متوقعة، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي في الحكومة الأمريكية التي ما زالت العيون عليها لغاية الآن. طبعا هنالك تفاؤل في الأسواق مع وصول الوفد الأمريكي إلى بكين لاستمرار التفاوض، وهذا طبعا هو اللقاء الأول في هذا العام ما بين يعني وجها لوجه بين مفاوضين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. طبعا آخر لقاء وجها لوجه كان بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في قمة 20 التي جرت في 30 نوفمبر من السنة الماضية. تفاؤل انعكس نوعا ما إيجابيا على الأسواق. إذا ما اطلعنا على النظرة على الأسواق المالية، نبدأها بالعملات العالمية واليورو مقابل الدولار الأمريكي. نلاحظ طبعا ارتفاعات لليورو مقابل الدولار الأمريكي، جاء طبعا ذلك بعد ضعف الدولار الأمريكي الذي متأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، الإغلاق الحكومي والحرب التجارية. انعكس ذلك على ارتفاع باقي العملات أمام الدولار، أو انخفاض الدولار أمام باقي العملات. نتداول حاليا يورو دولار عند 1.1445، أبرز مستويات الدعم عند 1.1420 تقريبا، ومستويات المقاومة عند 1.1480. أما عن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، نلاحظ نفس السيناريو في الفترة الأخيرة، ارتفاعات للجنيه الاسترليني أمام الدولار. نلاحظ حاليا الآن نوعا ما الاتجاه مستوي، يتجه يعني أو يتداول ما بين النطاق عند مستويات الدعم 1.2725 ومستويات المقاومة عند 1.2780 تقريبا. أما عن زوج الدولار مقابل الين الياباني، طبعا بعد الحركة الكبيرة التي تمت في الفلاش كراش طبعا في نهاية الأسبوع الماضي، مع تزايد التخوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي واتجاه كبير على الين الياباني، نعود حاليا لارتفاعات طفيفة جدا للدولار الأمريكي أمام الين الياباني. نتداول عند 108.70 تقريبا، مستويات الدعم الأقرب هي عند 108.10، و مستويات المقاومة عند الحاجز النفسي 109 ين للدولار الواحد. أما عن الذهب المعدن الأصفر، فنلاحظ طبعا بعض الارتفاعات الكبيرة التي بدأها الذهب في الربع الأخير من العام الماضي وبداية هذا العام، نلاحظ الآن بدأ في الانخفاضات بعد الارتفاعات السريعة مع اقترابه من مستويات 1300 دولار للأونصة. نعود حاليا للتراجع، ولكن تراجع طفيف بواقع تقريبا 16 دولار للأونصة. نتداول حاليا عند 1284 دولار للأونصة، أبرز مستويات الدعم على الرسم البياني للساعة عند 1280 دولار، ومستويات المقاومة عند 1290. ولاحظ طبعا فنيا تشكل قمم أدنى من القمم السابقة وقيعان أدنى من القيعان السابقة، ما ينذر بتعرضه لضغوطات أكبر. أما عن قطاع الطاقة ونتكلم عن النفط خام برنت، نلاحظ طبعا ارتفاعات متجددة مرة أخرى، وصلنا لمستويات 58 دولار للبرميل بعدها بعض من الانخفاضات، ولكن طبعا نعود اليوم للتداول الإيجابي. طبعا نقترب من مستويات المقاومة الأبرز عند مستويات 58 دولار للبرميل. أما عن خام تكساس، نلاحظ أيضا نفس الحركة تقريبا، ولكن نوعا ما اتجاه مستوي في الساعات الأخيرة. نتداول ما بين مستويات الدعم عند 48.60 دولار للبرميل ومستويات 50 دولار للبرميل تقريبا، والتي تعتبر مستويات مقاومة مهمة جدا. نظرة على الأسواق الأمريكية وخصوصا مؤشر الداو جونز، طبعا لاحظنا في بداية السنة أو في نهاية العام الماضي كان أسوأ يوم تداول في يوم الميلاد، انخفاضات كبيرة، لاحظ ذبذب عالي على مؤشر الداو جونز، كل يوم يتحرك ما بين 1000 نقطة إلى 700 نقطة بين صعود وهبوط، ونوعا ما يحتاج إلى اتجاه واضح. طبعا على الرسم البياني اليومي هناك اتجاه واضح وهو اتجاه هابط، ولكن على الرسم البياني للساعة نلاحظ عودة الاتجاه الصاعد من جديد، ونتداول بالقرب من أعلى مستوياته في طبعا
الأسبوع الماضي عند مستويات 23700 نقطة تقريبا، ومستويات الدعم الأبرز هي عند مستويات 23410 نقط. هذا كان كل شيء لليوم، شكرا جزيلا لكم ولإصغائكم، وانتظرونا في تقارير أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.